أهلا من جديد مشاهدينا، تحية تقدير لكل الذين انضموا الآن لمتابعتنا عبر المد المباشر لبرنامج ظلال الأصيل. هي نافذة مختلفة على الفنون في كل مرة. إحنا الليلة عايزين نقعد على ظلال الدوبيت وامتداد لتاريخ كبير لشعراء الدوبيت اللي مدوا إن السودان ده يكون أخضر. كل مكان في السودان يعني عنده محمول، وهم ترجموا الحياة من خلال كلماتهم، خلال رباعياتهم أو من خلال نصوصهم، وقدروا يوحدوا الوجدان الأمة، لأنه دائما الفنون هي تفعل ما لا تفعله السياسة. معانا شباب عايزين نقف على تجربتهم الفنية في شعر الدوبيت وفي المجادعات على العموم أو الإخوانيات والرباعيات. سعداء جدا أن يكون معانا حسن الهجة. أهلا ومرحب بك يا حسن، مساء الخير. حباب العز ضر البتات يا الله وتعوم تلوز، الفي الحارة من شرب قرض ما فز، السيف البلافح في الرقاب بجز. حبابك وحباب مشاهدين قناة الشروق، إن شاء الله نكون خفيفية الظل عليك. الله يجزيك خير. خالد الشني مرحب بك، مساء الخير. حباب كل اللي بيشاهدونا وحباب التيم، حباب القصة على الحدب البلوك والنيم، يا سلام. حبابكم مو حباب الليلة داخل قديم، حبابكم كلكم شيبة وشباب وحريم، يا سلام. حبابك والله، حبابكم ملف، حبابكم عشرة، وكل المشاهدين اللي بتابعوكم هلا. أسي انتوا الاثنين أصحاب يعني، دارين نشوف ذات الجمع ببناتكم، يعني انتوا أصحاب ولا عموما جمعكم مجال الدوبيت انتوا الاثنين؟ الله أكثر من أصحاب. أخوان وما أخوان أشقة، لكن أخوان في الرحم والحياة، أخوان غنى. فده الشيل ده المدخل. معظم يعني شعراء الدوبيت دائما في كل مساحاتهم في الشعر بيربطوا الشجاعة بالإخوانيات، بمحبتهم لإخوانهم لأهلهم وكذا. فالحين أنتوا بتشوفوها كيف؟ يعني ترابط أكتر، تأسيس أكتر بالنسبة للأخوة، ونشرة بالنسبة للناس إن الأخوة دي حاجة ما سهلة. يا حسن فعلا يعني بنحاول نعبر عنها يا هو بشعرنا ده، بالأخوانيات بالغنى، مع إنه ما بتوفيهم حقهم ولا تحاول توفيهم زاده، لكن بنحاول نربط الحاجة دي بالغنى ونعبر عن شعورنا. والحاجة دي موجودة يا خالد في أهلنا، عند أهلنا في الولايات ولا الأقاليم، يعني هاللمة سمحة مع الحبان ومع الأخوان والأصحاب. بالضبط كده. فالمناسبات الاجتماعية دائما بتكون شنو هي؟ ايوه بتخلق يعني مد كبير بالنسبة للشاعر انه يعبر عن الجواب. فمشاهداتك انت اللي بتكتسيها من الواقع ولا لمة الأهل وكذا؟ والله يا أخي من الواقع بتكتسيبه من لمة الأهل والبعض الآخر الخيال يعني. انت تصور لك موقف كده وهو اصلا ما حصل. لكن بيجي يوم من ذات الأيام بيحصل نفس الموقف اللي انت كتبته شنو؟ عشان كده يعني الشعر بحر بحر. طيب احنا دايرين نسمع منكم اكتر، دايرين نسمع لحد ما تخلص مساحاتنا المباشره دي، يعني لكل الناس اللي بتابعوكم هسه من اهلكم واحبابكم. نبدا بك حسن. طيب خلينا نمشي لك على الفخر. اول حاجه راح أهل الدكة الناس مرجلة بدكوها والراحة تروح الروح هنا بيبكوها، عندهن الولية مطيعة ما بيشكوها من كرم الضيوف النقنقت بتكوها، نحن الفيلم حاص راكزة وتقيلة خطانا لا بنصد عشيمنا ولا بنا نتبع عطانا، يوم قسم الطبع قسم البخل فطانا والغام النفجر جتة البوطانة، نحن اخطانا خاتي اللوم كدي ودغرية، نحن صغارنا عايشين أختك فوفنا نطرد ضربهم فقرية، سيفنا بسوي شك نحن جنانا كيكا نمل مرخ رخ ومايع، نحن جارنا مجار الببيت جايع، الأسد اللمح عيننا بيلين لنا طايع، الجبل علي وطينا بنسيل وقطايع، كوابيس نحن للعادان عز النوم، وساعة الحارة زي طيران قطر بنقوم، الخاج بحرنا وقال رجال بعوم بنمضغ كبد بيف الشفاشة والحلقوم، بنتكي جنانة عادي ونسخة بالمدخورة، ونحن العزة ليك كاحلة كرفنا بخورة، نحن انفسنا من شبينا شامخة فخورة بشق الفقرة سيفنا، نحن مكوك ونحن ملوك عزاز وحرار، نحن نظمنا مسنون سيف علي الكرار،
نحن الدولة ما بتخط علينا قرار كرامي خنزال في الفقرة بالفرار خاوينا وبنضمن لك أبد ما تئن أركب راس عشان نوريك ركوب الجن يوم نسرج خيولنا وليس يوف ننسن لا بنعطف عليه عدونا لا بنحن نحن العزة فوق جبهتنا سدى الستارة لما الهام لهيلنا كسوة وإفطارة نحن سيوفنا ينفقه الفقر بالطارة نحن نقنع النية ونجيب لها تارة نحن الأصل ما لاقتنا ساق عرمتنا تاجنا العز ولافحين الكرم عمتنا اثنين فيه هنا بنرضى له زمتنا والحرمة اللي بتمرق كاش فمي حرمتنا نحن الأعلى من قمم الأعالي سمانة سترة عزة يا الهيلة وضر العدمانة السيف اللي بتدمي ضربته ما أدمانة تتفاور مثل بركان أمريكا أدمانة تتفاور مثل بركان أمريكا أدمانة بتقول شنو أنت يا خالد بعد قول حسن ده عرجلك على الأخوان والأخوان كثيرين يا أخي والله التحية لهم يا أخي التحية كلهم والكلمات ما بتوصفهم حباب الشيت مو فارغة وحديث بنود وحباب الأصل ليداب هين ما مخطو حباب النار لا شرقتها ما بتموت حباب الدار كان زار الكلب ما فوت ونخو الأصل ما سوت قبيح ودعورت ونخو الظهر من حتى القواسي تحورت حدار كربت راسه وضميرها مخورت صبي اليوم القنايت مع الحمار تسورت أبشر كف الجود وزي فعل البتنزل بو محل ما أخذت بتكتلا صقور الجو البلد الصبيان قرحا يا الضو تلف فوق خلك اللابة سوى جو حديد الدنقل الحجر مرات عبوره كرف وتقصع الجرة ورفع صنقوره الشيل اللي بخطوه كله في عنقوره مات فوزرب وتورنيلة القرع جنقوره مالقى صد الضيوف وتراخ باين هش قاصع كله نشمي حرقان تش مشي وجرجير والسالمات بعافا نقشوا كافر السم أخوي لاجوا القباح من وش أخوي الماء قمز من هق وقولت هج سناحة جريدته كان دبلت حديد بطرج شبه الهاش وصرة وقعد يشيله يكت أبدرز الطبق زوله وبرق بيه وتج تبشر قوي من ولدوك حر داب حر وحر ما بريسك وفعلك شز في الأخوان وبعد ميسك سيفي ودرقي يا الحك الدبر ما بقيسك داب المربط الجفل والقباح من كيسك زادك برا ما تباخل تبو دسيته ويات العاشرة لا هنتو لا مسيتو شقل لاقاك ودارك وقد كدي وواسيتو منو لاقاك وعضان فقر وما رسيتو حفيد اليوم تصيح دراز بتب وسعارة أغبش صر لا تدوهنتا لا بتدعارة لكيك يوم اللقل منه الرجال تتضارم وبشنب القرحن وجرجر الجعارة تبشر تركت الشب في طهور الخيول القارحة قنا على المثل صيط الهويد السارحة ما بدانا في اليوم الكوكب وجارحة صاقحت السمل من الله جاتكم مارحة بشر قوي قولك درب واحد ومنه ماكم يتحوي ورايك يحلحل العقد الكربهن قوي قدمك حين تهيج من الله الرد بتهوي يا بصدر مثل فج الغلاف الجو أبقرنا البكر ليخصمه في التقار لا بدانا لا بحقروه لو حقار ساحت الجو يزر والتالب الصقار ضربك كله ناجد وعلة في الجقار دربك كالزلالق وبالسناحة ممورك وظهرك دبر الشيل علة ما بتدبورك البتقبض كفك عاتي كان في طورك ما بينفك طلق كان رفس كان كورك حدب ويود بحلح العبكة البتقرن وديوانك مثل طلبت خلاوي البرن الصدف الصبيان وفي المحاص بتحرنه بيركز ليه وسنكت البشلع قرنه شبعان نحوة عز وفراسة ماك متقعر يومين راسي ويومين تلقتب مسعر ترنيلة البحب صدف اللقى المتوعر بيشهق 10 مرات حتى قني بجعر رفيق العمر ما سوى اللي بيجيب له ملامة خبير صي وسليل نسبا تلوب زعامة الوكر البعافون قبحة والكقامة حد ما دخلوا صقار السما بتترامة حد ما دخلوا صقار السما بتترامة خالد يعني أي زول بيسمعك بحس إنه إنك تكتب ليه
والاخوان انا ما داير افتي لك مع اخوانك يعني اللي بيشاهدوك. والله يا اخي ما داير اقول لك انت كتبتها في منو مثلا والله عشان ما يتحسسوا. نعم. لكن هي مكتوبه للجميع. نعم نعم. طيب والله يا اخي في ذات انا حاسبها يعني ما قادر المقام والله. الله يكرمك. طيب اي زول السودان ده كبير وممتد وممتد ثقافيا وجغرافيا وفيه مبدعين من فجر التاريخ للان يعني. نعم. واي زول بيشيل ثقافه بلده بيقوم منشوره للخارج او للداخل بيعمل ربط يعني ثقافي كويس. فجميل انه الواحد يشيل ثقافه بلده ولغه بلده او لهجه بلده او مكان منطقته وينشره للناس. فشفت شنو انتوا مناطقكم حسن؟ والله زي ما بقولوا الشاعر ابن بيئته، يعني الزول بيكتسب من البيئه القيم الاخلاق المواقف وصفه الكرم، بيحاول يترجمها في الشعر ويوصلها للناس. يعني وانت ذاتك يعني سؤال مباشر كذا خالد، شفت شنو يعني من منطقتك ومن نهلك كده؟ والله يا أخي التحية اليوم من هنا في ولاية النيل الأبيض، يعني الأهل بيشيل ثقافاتهم وأخلاقهم زي ما بيقولوا الشاعر ابن بيئته، يعني الحاجات اللي أنت بتسمعها في القصيدة دي كلها موجودة عندنا هناك. وأي قبيلة في السودان الأخلاق فيها وصفة الكرم والشجاعة، وطبعا يعني المكان اللي عايشين فيه فيه الكرم والأخوان هم اللي بيخلوك تكتب وبيدوك يعني إتاحة كافية كده عشان أنت تقدر تكتب وترجم الحاجات دي في القصيدة. طيب دي المساحة الأولى، هل ممكن تجتمع لنا كده في مجادعة بيناتكم الاثنين يعني إذا كان موجود أو أي واحد عنده حرية الاختيار بيناتكم أنتوا تتحفظ لكم حسن وخالد في؟ لو ما في والله لو ما في، لكن المجادعة دي خليها شويه. انا ما عندي مشكله، انا بس برغبه، ممكن ده يكون احساس مشاهد عايز اسمعكم انتوا الاثنين يعني. طيب الفرصه ليك انت يا حسن، لان نسمع منك اكثر من نتكلم، نتكلم شعر. طيب. ودوبيت نسمع غزل طوال ورح. جات في لحظه نسفت زاد يقين الداخر، دي الحسن المزخرف توب لبست فاخره، القلب الصبح سوس المتبر ناخر، جات التاتب اللمزون وجابت اخر، الله من بهاها وطلت البدرية، منها قلبي غبة وحالته مي مدرية، الصيد اللي بترتاح في مهبج بدرية بتبادية وسبيبة مسرحة القادرية، نجمك لي مشرق ومنه نجمي مغرب، وليك مشتاق ومن هول اللغاء متهرب، أوعاك من تتعطن صبري مو متكرب، لأنه قفاك شرارة وقلبي غاز مسرب، ليمك غيث بخدر لسنين المحل، ما الشنفر هدى وعبطامي ما الشات، أنا قلبي التاتاي قدامي كوحل، مشكلته بيحب وجع الرموش انكحل، تجينا التاتي كيف وزة وتبدع عومك، وصلك لينا نريدة وعذاب من يومك، وحاتك المواظبة على التلاوة وصومك، كل ما لحظة جوا دواخلك أبران كومك، أصلح نسل من نبطة وحضارة كوش، لذيذة لزازة يا عبد الله ما كنتوش، مل بدك محاضرة عشان تسوي البوش، ومساقوها ناس سعد الزبير الحوش، أبشر بالعز، لا مسحت كريم لا استخدمت أوف ويرد، ومن نوع اللي بتمشي الجامعة لابسة تشيرت، على الممنوع على تب على الممنوع على تل على الممنوع على تحضر حفل، لا دير ترى اتنين كنت فتحت خطوة في السكرت، قدالة وترين تعزف وتر حجالة، بالآية العظيم رب العباد يا حجالة، قلب الفارس البقدل مع الرجالة، بتفج في الدلوع صدره وتنتل رجالة، ات الحاشة ما دليتي راس الأخ، وات وتين فؤاد اللي بيشتغل بالضخ، دلوعة ومدلعة مكربة يتسخ، وجلدك تحته ما في عبطام وجسمك فخ، افعلي ما تشاء وبرضبه وهواكي، ألا يا ليت قلبك يحتويني عساكي، أقوم أتوضى وأخشع في صلاتي وراكي، برق الساري سنك والغيام قفاكي، برق الساري سنك والغيام قفاكي. ده في الغزل أنت في شليه يا خالي؟ ما داري أمر لك من طريق حسن، أمشي لك لنص بنت الحور. طبعا ابتليتك
واكتويت بين غرامك واحتويتك في مسار بالروح بحسك وفي عيوني الغالية بيتك بارزة في عصر الحداثة وبالرخيص أنا ما شريتك انت للمظلوم عدالة وانت لدروبنا السلامة وانت آمالي لبنيتك ليش؟ ليش عيونك فيها شايف نار جنة وليك بغفي وليك بكتب من هويتك ناهلة من الجنة سمرة وشايلة نورك من قمرنا ومن عرفتك ما سليتك لا عشقتك لا جفيتك اكتفيتك لذة الريد والمحبة ومن نصيبي إن شاء الله ريتك اقتنعتها والقلب ما به وغيرك والعيون مليانة بيكي ولو جحيم بمشيه سيرك يا ما كنا زمان نفتش ونسأل الطير المهاجر يا ما كنا بنحكي بيكي والنصيب البين نكاجر للرحيل شديت سروجي في الطريق عاكسني فاجر والسحاب الشال تفرق والغمام غشان سافر والبرق زي سيف مطرق والطريق أنا ما سلكته والسحاب الراجي شرق كنت راجي اللحظة ديك أنا كنت راجيك في لغم زحت كراعك بنفجر أنا كنت واقف في الصراط أنا كنت واقف منصجر لا قادر أتحرك عديل لا قادر أقعد لا أجر رغم اللغم رغم الصراط جرح رجولي وقطعين واقف شموخ واقف مثل نصب الجبال واقف على آخر حبل وسمحت بقرقر بصيح خدت إنه في حجر الجبل واقف عليه ملك الجوان مضروب مكتف منسبل صعب المروق من الصراط ما قدرت يا قرقر عديل ويدي ليك مقصرات سامحني طبعك سمح كرعية باقي مدبرات مين دل قلبك خل حب شنود روحك للممات ما بعرف حن لا حد حنان شن قلقلك وداك هناك شن ساخ وطاك وداك لي بلد الجوان فتحت عينيك لي أساك ديل ما وشوش بتقابلن يا ريتني يا قرقر معاك كان بدر وحنا للملك كان كنت يا قرقر فداك وانا حالي يا قرقر صعب راجي الكريم ساب للستر يمرقني من درك الظلام حالي علي حالا كعب حالا ملخبط بالجحيم قلبي البريد مليان تعب وانا ماشي في سكك الودر طاري الطريق مدعب شديد مليان كدر لا خدر البزقيه يوم طار الصعاب للبحملن راضين حكمك يا غدر وشك مثل دايرة قمر وقتين تطل تفرحي وقتين تقعد تجرحي وقتين نقول شبهك ندر حتى القمار البصدحن غنن عليك جان الخريف شحد الدعاش والطير برهب بقفاك والدنيا عاميها الضباب والناس بتسأل فت وين يا أحلى من فوق للتراب يا مويا يا مويا فوق حلق العطاش يا لقمة في خشم اليتيم يا شبعة في زمن الجفاف يا ضي طريق لكل طاش يا بني كيفك وكيف أقول لك في نشو حاسيك جواي وتجوا لي جوا العروق ما بتمرقي ولا من خلاص أفقد غواي والروح تعلي للمروق ما بتمرقي حاسيك في كل المدن يا زاهية شايفك في العروق منصوبة فوق كل الدروب يا باقة زي شمس الشروق يا الله صبر للقلوب يا الله فتح للدروب لو قلت ليك أنا بوصفك بلقى الحروف تضحك هزل بلقى الدموع والهم علي بلقاو نزل النوم بطير بيدخل علي جن الغزل بكتب حروفك من دماي بلقى الوصف برضو احتزل يا الله يا الله صبر لي الفؤاد يا الله قرب للبعاد يا الله جمل للوداد يا الله كفيني الحداد قبلان على اللي بتكتبوا لي لو فيه خير أو فيه شر كانت جروح تنزف سنين يا من بترزق كل حي أنا أصلي قبلان بالعلي كانت جروح تنزف سنين يا ربي داوي الناس جميع يا ربي صبر ليش شني يا ربي داوي الناس جميع يا ربي صبر ليش شني اللهم أمين اللهم أمين يعني أنا داير أسمع من حسن عشان أكون وزحت الفرص كويس يعني وبعد ذاك أجي أسألكم سؤال كذا قبل ما نختم معاكم المشوار طيب أنا عندي قصيدة عن الآيس ده هو المخدرات الفترة الأخيرة ده جزء مهم إنه الشاعر يعني عالج من خلال شعره كثير من القضايا بالذات الآيس يعني في الفترة دي انتشر كثير واحتل يعني السوشيال ميديا فأنا حبيت أتكلم عنه وأوصل رسالتي عسى ولعل الناس تستفيد نعم نعم إن شاء الله طيب الآيس مخدر وادمنوه الناس ومتعاطيه بيفقد رسم للإحساس كان ادمنت ياوي لك مع الهلواس وابسط حاجة بيعمل لك خلل في الراس
بتلف المخ بعلة دم بحرق الصحة دولياً محرم من وزارة الصحة آثار تعاطيه وتناول صحة يا كتلك عديل يا شافوا ليك مصحة يا رشفة وحبوب يا حقنة يا مسحوب واصبح حسي مصدر بضايع السوق كانت منت بتحس النفس ممحوق ولا بتشم ولا بتحس ولا بتضوب إدمان وموت وبسط كوارث بشل ومتعاطيه نوم المستلز بقل بهب قلبك عديل بتلف عضاك بعل والدواء والمصحات منه ما بتحل برميك جت لا وعلى بصر لا حس تتصارع تدافر في الحداك وتكس ببت الحيل وأما النوم بقل ومس وأعصاب الجسم بتلف نسيجة ومس تعالوا نوعي عنه وعن مصايب نوري يا خدمان أخطر من غنابل الذري الأدمل من توب الفهم متعري في الكتاح فارش عيش وبن بضري من واجبنا ننصح عنه لو بغنانا ندعي المولى يتكفل بنا ويرعانا ما نخليه يجري في موت شبابنا وعانا شان باكر منا إحزاننا ما تنعانا تعالوا نوعي ناسنا ومجتمعنا العام من أخطر مخدر شايفه في هالعام بوديك في متاهات مظلمة وأوهام وغير ما إنه قاتل حرموا الإسلام الآيس مهلوس في العصب نتاح وشايفه استعمر ابناء الوطن واجتاح قولي قلت كله سر في المفتاح سويت العلي غايته وضميري ارتاح أتوخى الحذر ما تنحرف يا مان بتروج حبوب مرات وبدرة كمان شان خاطر غيمنا الأسسوها زمان تعالوا الليلة سوّن حارب الإدمان تعالوا الليلة سوّن حارب الإدمان يا سلام الله يكتر خيرك يا حسن والحاجة السمحة إنه أي جيل بحاول يفهم جيل معين ومعظم الشباب الآن اللي بيتعاطوا المخدرات بالتحديد الآيس يعني في الفترة الأخيرة هم أعمارهم صغيرة يعني لظروف خاصة هم بيعيشوها قدر كيف مهم برضو الشباب انتو وغيركم من المشاهدين والمبدعين بنتناول القضيه بشيء من الجديه لانه ما موضوع بتاع لحظه وبينتهي اكيد خالد طيب انا بمشي لك اتجاه الحكمه اخذ الراي مو حقه ليان حديثه والراجل بقيت محن الليان بتقيسه مقدود العروضه بحرمه بتريس فرقا شتى بين ميس الرجال وميس وخط القلب دوكا وعقله كله ملكك وبايع النظم فوق حل القسن ما تركك أزعل كل ما تغشاه قاطع شكك وأزعل كفه كان دقشت حديد بيتفكك الحر بيسخاه وقالوا أنه ما بيشارب والني قالوا فوق قرشين رفيقه بحاربه اللسة نابعيك كان سيده فعلا كاربه والشيت البزيل ود الفراش ما بقاربه نفسك صين أول ثم صين بنوتك وسيلك سمحة قبال العبوس ما شوتك أياك والحرام كان يبقى حنضل قوتك وزعالك رفيق كان سخنت ما فوتك الصح والغلط ديل أصله ما بيتماشوا والعز قالوا ما هيصة وجماعتها هاشوا العز يا رفيق كان زول وكارب قاشو بيفدي رفاقته برايه ودماغه وكاشو جارك دار ودارك وبيتو أيضا بيتك وسرك دسو منا البس خبيك وفتك خل فرعك بعيد طق الحجار ما بحتك وود العزة كانت داك كلا وما بنتك الخلب الرفق والبيت بدور نتار وتجنب رباح تلحين تحر ختار قدم الخيبة فوق درب العروض عتار وداب الفرس لي عرضية زول ستار البيت والي طبعا والليام غشاشة وبت الحرة من درب الهوان كشاشة الأخو كان مكرب وقلبه نار تشاشة بتلاقي في المضبات الردع رشاشة بينك وبين ظروف الدنيا خلي حدود وفيك درب العوج وطر الغبر والدود سند المايلة بينطرف إلا يا مسود والبتراخة لا يوم الله ما بجيب عود حيلك ديمة لي حمل المساكين وقو وبيت الخوة بأساس الكذب ما تبقوا فارق الفاقدر براس النمل فيه شق وقع البسخة بيدمه وجناه وحقه سوي لك سمح ما بتنفعك يا حليلك ومن صدف المعاصي انتر وقرع خيلك محل ما تعصرك الدنيا وتتقل شيلك اوعى تدق للنيتب وشد لحيلك
محن الدنيا زي ما زاد عجاج وكالك قصور بيزل خير ليك منهن تكالك نفسك قدر ما تميل البشن نفعالك اسكن ربنا وشد الرسن واتمالك شور الفوق طبلون المكارم قفل وشور في الفوارغ ما برك واتفل أقع القلب من فرض الإله ما تغفل وخط اليوم ملاقات الرجال بتجفل الرفق اللي بقود للخمرة منه تحوزر وخد الناجحة بتل الرجال ما تعوزر رافق المال فوق فعل الحرام ما تبوزر والخطول في الدبر البقيح ما تفوزر الدار التقلل من مغامك سيبة والقاسمها ليك رب العباد ما دعيبة اللي بتخاف شرفها الزلة ما بتجيبة والقدام راجل روحة بالضحيبة وصيت الشر أقول لك من طريقك كفو وسندك ناصح من درب المهالك ولفوا قدمك للضيوف النزل دارك خفوا خليك واعي واللي بيجي منا قاربك سفوا خليك واعي واللي بيجي منا قاربك سفوا يا سلام والله انت لما قلت حكمة دي خلاص كملت كل حاجة يعني لأنه في شعرك كثير من المعالجات في الواقع في حياة الناس في كرمهم في شهامتهم في اختياراتهم في واقعهم تحذيرهم من كثير من الحياة اللي انت قلتها هسه احنا مقدرين جدا يعني المشاهدات دي مشاهدات كبيرة ما مشاهدات واقع معين مشاهدات برضو نظرة يعني التقاء الناس وكذا وده الفراش والحاردلو ده من شريط نهر النيل وده من البطانة لكن تلاقوا رغم اختلاف مشروعهم او كذا يعني في شعر الدوبيت وكذا اختلاف البيئة لكن قدروا انه يؤسسوا لإخوانيات وقدروا يؤسسوا للسودان وحدوا الويدان يعني في رباعياتهم ده بيكتب تلقى يعني شطرين من البداويت وكذا وتلقى الشطر الثاني للإبل وكذا فقدروا انه يوحدوا من كلمات نعم. ايوه فقدروا كيف مهم هسه بالنسبه لشعراء الجيل الحالي شعراء الدوبيت انه يؤسسوا لمدارس او يمشي على نهج الكبار حسن والله يا اخي الشاعر اولا الشاعر كلمه يعني والشعر كلمه والشاعر مسؤول من هذه الكلمه وبما انه الشعر رساله ساميه يعني كوصية ونظرة بما أنه الشعر رسالة سامية يجب أن نحسن استخدامها سواء كان شعر دوبيت أو خلاف الدوبيت وانت يا حسن يعني بالنسبة لشعراء الجيل الحالي شعراء الدوبيت يعني ما فكرة المناطقية يعني ده مثلا من نهر النيل خلاص يكون حاصل نفسه في نهر النيل في شعراء دوبيت من جهات تانية برضو فقدر كيف برضو من خلال المفردات نقدر نوحد 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 الوجدان نوحد كل القضايا اللي بتشغل المجتمع السوداني انه نقدر نعالجها اكيد الشاعر اصلا يعني بيكتب بالمفردات اللي بتمثله نعم. كمنطقه ايوه او كقطر معين يعني فيحاول ما دام اصلا شاعر يحاول ياسس يعني قاعده انه الناس بعديه تجي صح تقراها وتدرسها او كذا يعني ما يكتب مفردات سودية ما يكتب بكره يعني وما يكتب لمنطقة معينة ويحصر نفسه ما يتعنصر يعني. يمثل السودان عامة هو كشاعر طيب انتوا علاقتكم كيف مع شعراء الدوبيت يعني قاعدين يعني يتابعوا تشاهدوا الناس يعني برضه في مفردات جديدة في ناس باحثين في التراث وكذا والله يا اخي كمية من الناس الباحثين في مجال الأدب الشعبي لكن يعني بنسمع برضه للشعراء الكبار الشعراء الحاليين يعني من الشباب الشعراء الحاليين اللي بيشوف والله الغنى السمح بيعجب يعني بيعجب صح طيب نسمع منك تاني نسمع يا حسن جدا طيب ده في الحكمة انت بتقول في شنو طيب مش لاقي على الغزل تاني اها زولك ده متمكن شديد بقول شنو بكونوا صابر بكون اها طيب ليه يا غالية ليه الجف وليه الصب آه. ليه القسوة والتهميش وعدم الرد يا الخطيتي بيني وبين لغائك سد ما بختاكي كان فوقي بيغيم الحد لحظك حاد وحكم في الكبد جززان وقلبك لي كل ما يوم بزيد جززان يا خدك بنقط خمرة في نززان وجيدك يا حلات ويا حلات حززان ليه يا غالية حرمان اللغاء وطل ليه تركاني فوق نيران هواك تقلب انا اللي اكل قلبي نزم غناك لا ملويت الفوله في خشمك ولا بتنبلى ولا بتنبلى قداله وترين تعزف وتر حجاله بالايه العظيم رب العباد حجاله قلب الفارس اللي بيقدل مع الرجاله بتفجفج ضلوع صدره وتنفذ رجاله دخلت فؤادي بالتيه وخربت خراب
دونك قلبي زي تايهن تبيع له سراب. دخلت فؤادي بالتيه وخربت خراب، دونك قلبي زي تايهن تبيع له سراب. انت الفيك طهرت اللي بيطلع المحراب، وانا العاشق الملان لوعه ودموع قراب. اقول الليله كيلك لو مظن عتاب، اشوف الحظ عيونك واللسان يرتاب. غفرك يا العيونك كزلكن بتاب، لا دين لا تفاهم لا عدل لا كتاب. والدك قالوا لفايا اللي بتنده صايحه، من فارقتي ولا مياك بكتلك نايحه. نوشت للجرفنا في جناين مايحه، ام زهرت بنفسج عنبريه وفايحه. والدك قالوا كان حرد بسد الخانه، ليمك لي بسعد دنيا المسخانه. عيونك ذات حاكم كزلك السلخانه، فيه شفره حاده وبدره وانجفخانه. بت السكن في شندي وبواد ربوعه، خدت ساسه في قلبي وبنت مربوعه. تابره وديسه ساد الفلقفه ومربوعه، وحليلي وتنتمسخ قفله المربوعه. عيونك جنه جنه الدنيا الوهميه، رموشك ظلها يظل شندي والمحميه. خدك يمين بلطيه فوق الميه، يا جباده يا جراله من نميه. لونك دكنك جايبنه بالتنغيب، تحلي حل هنايا تغيب حتى يغيب. خدك لونه يا الغفر قيادته نغيب، زي شمس العصار الدا دايرة تغيب، زي شمس العصار الدا ودايرة تغيب. يا سلام يا حسن. أنا قبل في محور ماشي ساي اللي نجيب فيه هسي نشوف يعني، وانتوا كل المدى اللي قلتوه هسا من الشعر المجادعة ولا خلا لكم ختام ها المجادعة دي. فالجميل انه الواحد يعالج القضايا اللي انتوا قلتوها هسه في شعركم وفي مفرداتكم. هل انتوا بتكتبوا بواقع بتعيشوه ولا مشاهدات في واقع؟ لا يا اخي، انا قبل زي ما ذكرت لك قلت لك يعني الاغلبيه في كتابات انا داير ايوه بصوره شخصيه يعني ما الاغلبيه في الكتابات. انا شخصيا اكثر حاجه بحب كتابه الواقع، لكن شنو الشاعر بيكتب واقع سواء كان نسج خيال. يعني هسه انا قبل ذكرت لك قلت لك ممكن اكتب عن موقف انا احسه، موقف يعني نسج الخيال. انا اكتب حاجه كده ممكن يحصل في انت تجي تحزن معاها او تفرح معاها، لكن اصلا هي ما حصلت. حيوم متاكد انا حيوم ذات الايام يعني تحصل نفس الحاجه. ده تنبؤ. طيب يا حسن، مرات ما يعني الشاعر ده عنده نظره ما زي نظرة الشخص العادي، يعني ما انا ممكن عاين لكن زاوية شوفي تكون على حد الشيء اللي نظرت له، لكن الشاعر ممكن يفكر فيها اكثر. يعني انت هل مرات لقيت مواقف مرت بيها او مرت بيك انت وقفت عندها وكتبت فيها؟ اكيد اكيد، دائما الشاعر يعني بحس بالناس اللي حواليه، بحاول يترجم الحاجة اللي جواهم حتى لو ما حاصلة له يعني. وبرضه في مواقف بتجبرك انك تكتب حتى لو انت ما عايز تكتب، بتجبرك انك تكتب. يعني تجيب قطع اخضر زي ما بقوله، ترتجل، تحاول يعني تجسم الحاجه اللي جوا داخل الناس زي. وشنو من المواقف طيب لو بتتذكر بتستحضر، هل مريت بحاجه معينه عينت لها بزاويه معينه عالجتها من خلال الشعر؟ والله كثير تتذكر يعني تستحضر؟ والله يمكن اتذكر لك رباعيه رباعيتين كده. فرح مره كده كان انا ومعايا اخوي محمد طيب بقرا الكباشي في حدائق الخمايل مهندسين، فجات بنت يعني سمحه سماحه شديده قارحه زي ما بقولوا ماضيه، فالموقف هزاني يعني ما اي. قمت قلت لمحمد لخلوختن مسدل ديسه فوق فستانه، كفها كيف حريرا صنع باكستانه. الخداده لمبه وضاوي تنجستانه، ازبلت الخمايل كلها وبستانه. عيونك بنج وحقن جسمنا وخدرتي، محمد غايته كان مجبرت وكان ودرتي. اتونسنا تبع الا الغياب بدرتي، مسخت المجال وجبنت من غادرتي. الله وكيله مكلوف تم بتملى العين حلو بتكيله، مهره مهرها تايت جديد توكيله. يا ريتنا نقعدنا غازله ونبكيله، يا ريتنا نقعدنا غازله ونبكيله. طيب بما انه يعني خالد طلب المجادعات
ما لو نسمع مجادعات ما بيناتكم انتوا تكون محفوظه بالنسبه للمشاهد ومحفوظه لوداكم انتوا الاثنين جدا. أها. خالد وحسن. طيب عارفك صح جميله وفي الجمال ندرتي وكنت لك قراما الا ما غدرتي يا قلبي نظره ليه جسد النحيل خدرتي مالك يا اخي بالجفا والخصام بدرتي الدوف حاكده في الساحل الجماح والعود تك عنبه شال ظبيط وماه وشيها الكي وبرطمني رموش رماح جفاله وظبيت بر سم السماح سيف نظراتك الفاغ السيوف في الحده ارحم منه جرحا بكف المده يا غالي الغرام ما فيه سواسية وند زيدي نفور وبزداد في الغرام بشده الهم لافح عمه وجاد عفوق عن قرتي منك يا اللتيب اللي لسه ما قنقرتي الموت ماشى والويل في القفن صنقرتي بتكتلي اللي وراك يا عشا كان دنقرتي السير قدله والعين كاحله والقول هادي النص خنقه والليد فدعه والخد نادي اديس كبه يا الضرب الفجاج والوادي صدري قبتين يا داب مناهم باد عيونك يا صياتك ذوقتنا ضفيرة سكينياي بالطعنيبة جوا جفيرة هضليمك حرير هندي ومسيرته وفيرة متقلد سواد الليل ضفيرة ضفيرة يود بتقل منك وانت روقة وفاقة وكل ما الليل برد بذكرتك بالشاقة روحي بحس بالواوير عناها وساقة خايف الموت يجيني وتاني ما نتلاقى ريدن أمس كيف ناس غيس وليل حكايته ريدن عشق وصبر وبقل قدروا ما يكايته القلب القبيل صبه وصميمه وكايت تقنب جن وجن فقره وكثير شكايت بريدك ريدة عزرية وممت انساسة ريدة عفيفة ما الريدة الملانة دناسة العملولة خندق وشددوا لحراسة هشة ولينة تاكل من تحت لي راسة جاهلا منه دمع الداف قمت وضيبه جاهلني ومسجد مغلتي وراضيبه بعد ما كنت غاب البرمي آنس ضيبه هب البي ريد رخم مقاس مواضيبه كتري في القساوة وفي العذاب زيديلي نجد كيك وعاد طرقفي وترتيلي مني ران جحيمك يا مرشم قيديلي وافعلي ما تشائي وجرحي وكيديلي الغنى فوق جناب العمعم والهضليم يمين إحساس من نعماغي والله عليم العشاق لا زاد لا منام لا ليم جاهلا لسه ناوي يكمل التعليم حنا الفاغة البنوت 30 عود تدمل شوفة القضب المعبى قدود العملولي من لغياها 5 سدود بغني عليها لا من جسدي ياكلوا الدود انت بنية مشنون العسل في فاك خدودك وردة خمرية ومعلقة فاك القلب الولوف اللصل ما بجفاك مشحت فنبضه يا ديسك كسو لفاك يا سلام مشحت فنبضه يا ديسك كسو لفاك يا سلام انبسطنا بكم شديد والله بحضوركم في قناة الشروق برنامج ظلال الأصيل وان شاء الله يكون دمج متواصل ونسمع الجديد دائما في برامج الشروق احنا قادرين جدا لكن قبل ما اختم معاكم سوشيال ميديا ما شاء الله هسه الحنين بقى كثير لاغنيات الدوبيت واغاني الربابه ومفردات الدوبيت يعني وكل ما تفتح التيك توك ولا تفتح اي منصه ثانيه بتلقاها موجوده ومتحكره فانتم شايفين الحاجه دي يعني كيف بزاويه شوفكم هل المنصات انصفت الفتره الاخيره اكيد والله شعر الدوبيت يعني والربابه انصفت كثير لكن بنتمنى يعني ما يكون سايع يعني الدوبيت يعالج قضيه ما يكون ظاهر وخلاص الموضوع أيوة. انتهى يعني حقدرين جدا خالد الشنيع على حضورك وان شاء الله نتلاقى تاني كتر خيرك ان شاء الله يا اخي وكمان التحيه ليك يا استاذ والتحيه لقناة الشروق والتحيه للاخوان خلف الكواليس الاخ عمر الجعلي لا التحيه الشباب الأخ ما قصر احمد الطاهر وتحيه ابو لا والتحيه ودل الخوه هنا ده يعني يكونوا شركاء النجاح قدر جدا حسن الهيا على حضورك كتر خيرك شكرا جزيلا لا يا اخي فرصه سعيده وانبسطنا حد الانبساط يعني وتحيه لك وتحيه لمشاهدين قناه الشروق والتحيه لكل الشعب السوداني تحيه لك وتحيه لكل الاهل في بحر ابيض اذا كانت في مساحه انا عندي ناس يعني طالبوا بحرف التاء والزمن ما سمح لنا تحيه لهم من هنا وكمان التحيه للاهل بمنطقة المليح الدويم نفر وأسرة أسرة والتحية للأسرة والعشيرة والتحية للوالدة والوالد والتحية للأهل في شبشة تحية للخال شبشة الشيخ برير الخال الوسيلة عبد الله والتحية للخال يوسف أبشرة
وتحية للأخوان في ودعيس الأخ كامل دفع السيد والأخ مسلم في المملكة السعودية العربية، والتحية للأخ الضلباسط هوم والأخ أبو عاقل عبد المدعال، ولهم التحية كلهم، التحية لعمار الكجم. ما تلومت في قفاهم، كتر خيرك. شكرا لكم، مقدري جدا التحية لكل أهلنا المتابعون في كل مكان على امتداد بث قناة الشروق. شكرا مشاهدينا لمتابعتكم لظلال الأصيل، محطات متنوعة كانت طفنا على ظلال الفنون، يعني كان مساحة أولى فنية والمساحة الثانية مع الأخوان يعني حسن وخالد. شكرا كمان لكرم المتابعة، حتى الملتقى إن شاء الله في حلقات قادمة. دمتم دائما في رعاية الرحيم، تحيات فريق العمل، مع السلامة.